فريفاتا، هذه اول مره غادي نشارك، وغادي يكون التكريم ديالي ان شاء الله في هذه الليله اللي شنقول لك يعني واحد الشرف كبير ليا، خاصه ان هذا المهرجان هو تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا الله ينصرو، وهو فيستيفال اللي كيجمع لي جون تالون من افريقيا كامله اي كومبري المغرب اللي موهوبين تبارك الله وعندهم ما يعطيو في المجال ديال الستيليزم. وانا هذا الدومين ديال الستيليزم يلا دخلت ليه مؤخرا عبر لا مارك ديالي سول كرياسيون، دونك ولا واحد المجال اللي تي انتريسني اكثر واكثر. دونك بالنسبه ليا هذا اللقاء في نفس الوقت يعني تنحضر فيه كفنانه، تنشرف ببلادي وبالثقافه ديال بلادي اللي الجذور ديالها في افريقيا، وهنا غنشوفوا لقاء ديال يعني الابداع المغربي بالابداع الافريقي، وفي نفس الوقت حاضره كنوفيل ستيليست اونتر بارونتيز. دونك غادي نستافد من لي كرياسيون ديال هاد لي جون، ونتمنى ناخذ نستمتعوا ان شاء الله بدي طابلو زوينين. نذكر الناس المتفرجين المغاربه سواء كانوا في داخل او خارج ارض الوطن بان خوخوته تورا مازال كيدوز جوج ديال الحلقات كل اثنين، تفرجوا فيهم كيكونوا في الليل على القناه الثانيه. سيت كوم اللي حمرنا وجهنا الحمد لله، عجب الناس بزاف، ولدرجه ان الناس كانوا كيقولوا في التعليقات ما كرهناش كون كان كيدوز كل نهار. والدور ديالي فيه هو الدور ديال ناديه هذيك البنت اللي كتحمق على الكره بعيد بزاف على الشخصيه ديالي، ولكن الشخصيه اللي خلاتني نشتغل عليها بواحد الحب واحد صدق زوين، لان جوستومون مختلفه. بصراحه ماشي علمت اني كنعاني من مرض، الحمد لله ما كاين لا مرض لا والو، غير واحد العيا وهذا وصافي، حسيت براسي ماشي مزيان وشاركتها مع الناس، حيت غالبا كنشاركوا غير الحوايج الزوينين، ولكن انا كنت محتاجه الناس يدعموني كيف ما كيحتاجوا لي حتى انا كنحتاجهم، هذا الشيء علاش كاين واحد الحب متبادل بيني وبين المتابعين ديالي. فالحمد لله زعما الناس سولوا فيا من المغرب ومن خارج المغرب، سواء الاصدقاء والزملاء العائله وحتى الناس اللي كيبغوني من بعيد، والحمد لله درت تحاليل درت كل شيء، ما عندي حتى شي حاجه خايبه، غير رجع لي العيا ديال رمضان وديال المسلسل وديال الخدمه. كيف كتعرفوا يعني حتى الدور ديالي في المسلسل الاخير اللي صورت قبل رمضان اللي هو المكتوب كان ثقيل وكان ايموشنيلمون صعيب وكان كئيب، وهذاك الشيء بحال تجمع عندي ولقيت صعوبه باش نتخلص منه. يمكن داك الشيء اللي رجع لي بالعيا وبديك قله النعاس ايتو تقلب لي النعاس، ودابا الحمد لله خديت دي فيتامين ايتو وسمعت النصائح ديال الطبيب اللي تنوجه ليه تحيه وصافي. والله ما عرفت هادشي باش غنجاوبك، والله ما عارفه كنحلف لك بالله. لا هي توحي بانه ممكن يكون جزء ثالث ولكن مازال ما قالوا لنا والو. اعمال جديده ما نقدر نقول لك والو لان كاين شي حويجات في التحضير، كاين مسلسل قريب ان شاء الله اللي غادي نبدا نصوره، مي ما نقول لك عليه والو مازال تنبدا ان شاء الله. كنحبكم بزاف وشكرا على الدعم ديالكم ليا، وتهلاو في راسكم وتفرجوا في خواتاتو. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.